الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بحضراتكم. بعد مباراة صعبة ومثيرة جدا خاضها النادي الأهلي أمام فرقة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي المستحق الحقيقة بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتين، واللي قدر بعدها أنه ينجح في حصد بطاقة التأهل لدور نصف النهائي للبطولة المحببة للنادي الأهلي وكل جماهير الأهلوية اللي بتنتظر تحقيق النجمة الـ11 في هذه البطولة اللي النادي الأهلي طبعا ليه رصيد كبير فيها. لكن الأهلي هيصطدم في دور نصف النهائي بفريق وفاق سطيف الجزائري في مهمة جديدة قد تكون صعبة أمام النادي الأهلي. عن تفاصيل هذه المواجهة ده اللي هنكون مع حضراتكم فيه في هذه التغطية من موقع صدى البلد، تابعونا. النادي الأهلي وصل لمباراة نص النهائي بعد مواجهة صعبة جدا جمعته بفريق الرجاء المغربي، واللي انتهت بلقاء الذهاب في مصر بنتيجة 2-1، وناس كتير كانت بتشكك في قدرة النادي الأهلي على الصعود، خاصة ان مباراة الإياب كانت في المغرب. لكن الحقيقة ان النادي الأهلي قدر انه يتعادل مع فريق الرجاء المغربي على استاد محمد الخامس في المغرب. المباراة الحقيقة اللي كان فيها زخم جماهيري مغربي كبير جدا، وده اللي تسبب في ضغط كبير جدا على لاعبي النادي الأهلي، لكن الحقيقة ان هم نجحوا في العبور من هذا المطب المغربي، وقدروا ان هم يتعادلوا مع الرجاء المغربي على ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 1-1. المباراة المثيرة اللي شهدت اخفاق النادي الأهلي في او اهداره لركلة جزاء اهدرها علي معلول في هذه المباراة، ليذهب بقى النادي الأهلي ببطاقة تأهله إلى مباراة نصف النهائي لملاقات وفاق سطيف الجزائري. تاريخ مواجهات وفاق سطيف والنادي الأهلي هو تاريخ ممتد في البطولة الأفريقية، لكن الحقيقة يعني وفاق سطيف زي ما بيقولوا كده بلغة الكرة كعبه عالي شوية مع الأهلي، خصوصا انه في سنة 1988 وده كان اول لقاء بين النادي الأهلي وفاق سطيف، وكان تقريبا برضو في نفس دور نصف النهائي في دوري ابطال افريقيا. طبعا ما كان نسختها القديمة طبعا قبل ما تتحول الى دوري ابطال افريقيا، والحقيقة ان في هذه المواجهة كل فريق فاز على ارضه بنتيجة 2-0. الأهلي فاز على أرضه 2-0 وفاق سطيف فاز على أرضه 2-0، والمباراة اتحسمت بركلات الترجيح لصالح الفريق الجزائري. جمعهم الحقيقة لقاء تاني سنة 2015، وده كان في نهائي كاس السوبر الأفريقي في الجزائر، واللي انتهى اللقاء فيه بتعادل الفريقين عشان تبتسم ركلات الترجيح مرة تانية للفريق الجزائري على أرضه وسط جماهيره، وطبعا للمرة الثانية على التوالي يقدر وفاق سطيف اقتناص نتيجة مهمة من الأهلي المصري في البطولات الأفريقية. في 2018 الحقيقة اتعاد نفس السيناريو اللي حصل سنة 1988، والمباراة الحقيقة كانت هتروح ل نفس السيناريو بعد فوز كل فريق على أرضه، لكن الحقيقة النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة قدر أنه يخطف هدف ثمين جدا ويفوز بنتيجة المباراتين على فريق وفاق سطيف الجزائري. أما عن المواجهة المنتظرة ما بين النادي الأهلي ووفاق سطيف في هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا، اتكلم كتير من النقاد عنها وعن مدى صعوبتها، وده الكلام اللي جه على لسان الناقد الرياضي عمر قورة، وقال إن الأهلي هو الفريق طبعا المرشح بقوة لحصد هذه البطولة، خاصة إنه الفريق اللي قدر إنه يحصد آخر لقبين، ولو قدر انه يحصد هذا اللقب هيكون انجاز كبير جدا لفريق النادي الاهلي في البطولات الافريقية. لكن لا يخفى على احد ان مواجهة فريق وفاق سطيف ليست بالمواجهة السهلة،
صحيح النادي الأهلي يعني نادي بطولات ونادي عنده لاعبين لديهم خبرات كبيرة جدا للتعامل مع مثل هذه المواقف، لكن فرقة وفاق الصيف برضو ليست بالفرقة اللي سهل العبور منها، ولازم يحصل شغل وتحضير كويس جدا في النادي الأهلي عشان يقدر يحقق هذا الإنجاز ويصل إلى نهائي هذه البطولة، ومن ثم طبعا تحقيق هذه البطولة اللي بتنتظرها جماهير النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي لازم يكون عنده حذر شديد جدا في هذه المباراة، خاصة زي ما قلنا وفاق سطيف الجزائري مش فريق قليل، والأداء اللي قدمه هذا الفريق أمام فريق الترجي في الدورة الماضية يعني بينذر ان المفروض يكون في تركيز لدى لاعيبة النادي الاهلي واهتمام بهذا اللقاء بشكل يعني يليق بحجم هذا الفريق. من ناحية تانية اكرم جحليط لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري اتكلم عن هذه المواجهة وقال ان الفريق النادي الاهلي بيمتلك تاريخ كبير جدا في افريقيا، وان هم بيحضروا للمباراة بالشكل الامثل، وان هم يعني بيسعوا لمواجهة النادي الاهلي بنفس ثقة المباريات الماضية اللي خدوها، وقال ان هم يعني هيحاولوا يظهروا بالشكل الامثل خلال المباراتين في الذهاب وفي العودة. ويعني عن بقى فكرة ان بيتسو موتسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قدر انه يفوز على وفاق سطيف قبل كده عندما كان مدرب لفريق سان داونز، اتكلم جحليط وقال يعني احنا ما بنفكرش في الصقر، كل مباراة وليها حساباتها وكل مباراة وليها اهميتها، واحنا يعني بنفكر في تخطي النادي الاهلي في هذه المرحلة في دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. بشكل عام بقى فيما يخص بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة هذا الموسم، حقيقة إن فريق النادي الأهلي بيمتلك الأفضلية، والطريق يعني يكاد يكون سهل جدا أمامه في هذه البطولة بالرغم من الصعوبات اللي اتكلمنا عنها، لكن الطريق ممهد. لاعيب النادي الأهلي لديهم خبرات، مدير الفني للنادي الأهلي لديه خبرات أفريقية كبيرة جدا للتعامل مع مثل هذه الظروف. فريق النادي الأهلي يعني فريق متكامل وقادر على تخطي هذه المرحلة، خاصة ان الفرق اللي ممكن نقول عليها كده بلغة الكرة تخوف خلاص خرجت، يعني الرجاء خرج، الترجي خرج، النهاردة مين المتبقي في هذه البطولة؟ وفاق سطيف، عندنا سان داونز، عندنا بيترو أتلتيكو، يعني في النهاية مش هي دي الفرق اللي تخض النادي الأهلي في هذه المرحلة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة المحببة لنادي الأهلي لو قدر الحقيقة إنه يحققها في نسختها هذا العام هيكون حقق إنجاز كبير جدا بتحقيقها للمرة 11 وللمرة الثالثة على التوالي، لأن دي هتكون ثالث نسخة يحصدها فريق النادي الأهلي. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي وكل التوفيق للاعبيه في هذه البطولة، ممثل مصر في هذه البطولة، ويعني إن شاء الله يقدر يفرح جمهوره ويقدر يفرح الجماهير المصرية بتحقيق هذه البطولة. ودي كانت نهاية تغطيتنا، وانتظرونا في تغطيات أخرى من موقع صدى البلد.